باب ومن سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور، سمعا أبا الضحى يحدث عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إن قاصا يقص يقول: إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال: فغضب وكان متكئا فجلس، ثم قال: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. قال منصور: فليخبر به. وإذا سئل عما لا يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة، وقال أحدهما: العظام. قال: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان قال: إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال: فهذا لقوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال منصور: هذا لقوله: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فهل يكشف عذاب الآخرة؟ قد مضى البطشة واللزام الدخان، وقال أحدهما: القمر، وقال الآخر: الروم. قال أبو عيسى: واللزام يعني يوم بدر. قال: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله، وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا أبو محيات عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام، لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرك. قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي منك داخل. فخرج عبد الله إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزل في آيات من كتاب الله نزلت في: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسألن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه. قالت فقلت له فقال وما أدري لعله كما قال. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود رضي الله عنه هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما صحبه منا أحد، ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا اغتيل أو استطير ما فعل به، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء. قال فذكروا له الذي كانوا فيه، فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فأرانا أثرهم وأثر نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم الجن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. قال هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا ومن يستبدل بنا؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه هذا وقومه. قال هذا حديث غريب في إسناده مقال. وقد روى عبد الله بن جعفر أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن. حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن جعفر
حدثنا عبد الله بن جعفر بن ناجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكر الله؟ إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا. قال: وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان، قال: هذا وأصحابه، والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. قال أبو عيسى: وعبد الله بن جعفر بن ناجيح هو والد علي بن المديني. وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير، وحدثنا علي بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر، وحدثنا بشر بن معاذ، حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوه، إلا أنه قال: معلق بالثريا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم كلمته فسكت، ثم كلمته فسكت، فحركت راحلتي فتنحيت وقلت: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يكلمك؟ ما أخلقك أن ينزل فيك قرآن؟ قال: فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخطاب، لقد أنزل علي هذه الليلة سورة ما أحب أن لي منها ما طلعت عليه الشمس: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه بعضهم عن مالك مرسلا. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، قد بين الله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن مجمع بن جارية. حدثنا عبد بن حميد، حدثني عبد الرزاق عن معمر، حدثني سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا الحسن بن قزعة البصري، حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيه، عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي، حدثني ابن أبي مليكة، حدثني عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه. فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله. فتكلما عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. قال: فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان عمر بن الخطاب بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن الزبير جده، يعني أبا بكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسل، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب في قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري، حدثنا أبو زيد عن شعبة عن داود بن أبي هند قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره. قال: فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو جبيرة هو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة أنصاري، وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحب الهروي بصري ثقة. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة قال: قرأ أبو سعيد الخدري: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، فكيف بكم اليوم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال علي بن المديني:
سألت يحيى بن سعيد القطان عن المستمر بن الريان فقال ثقة. حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر يضعف، ضعفه يحيى بن معين وغيره. وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي وغير واحد قالوا: حدثنا يونس بن محمد عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفيه عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سلام عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ربيعة قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد، فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ قال: فقلت: على الخبير سقط، إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان، ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه، ولا لأسير فأناديه، فاسق عبدك ما كنت مسقيه، واسق معه بكر بن معاوية، يشكر له الخمر التي سقاه، فرفع له سحابات، فقيل له: اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له: خذها رمادا رمددا، لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الآية.
قال أبو عيسى: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان، ويقال له الحارث بن يزيد. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا سلام بن سليمان النحوي أبو المنذر، حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فذكر الحديث بطوله نحوا من حديث سفيان بن عيينة بمعناه، قال: ويقال له الحارث بن حسان أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن محمد ورشدين بن كريب أيهما أوثق، قال: ما أقربهما، ومحمد عندي أرجح. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال: ما أقربهما عندي ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال: والقول عندي ما قال أبو محمد، ورشدين أرجح من محمد وأقدم، وقد أدرك رشدين بن عباس ورآه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق. قال: فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله، فرضت عليه الصلاة خمسة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. قال ابن مسعود: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: السدرة في السماء السادسة. قال سفيان: فراش من ذهب. وأشار سفيان بيده فأرعدها. وقال غير مالك بن مغول: إليها ينتهي علم الخلق، لا علم لهم بما فوق ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أخبرنا أحمد بن منيع، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى. فكلم موسى مرتين
ورآه محمد مرتين. قال مسروق: فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري. قلت: رويدا. ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت: أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث؟ فقد أعظم الفرية. ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في جياد له 600 جناح قد سد الأفق. قال أبو عيسى: وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث داود أقصر من حديث مجالد. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري الثقفي، حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. قلت: أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال: أريه مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قول الله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن عباس: قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق وابن أبي رزمة وأبو نعيم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رآه بقلبه. قال: هذا حديث حسن. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته. فقال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال: هل سألته؟ فقال: نور أنا أراه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى وابن أبي رزمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عثمان البصري، حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما
وأي عبد لك لا ألم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فانشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله: سحر مستمر يقول ذاهب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين، على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقال بعضهم: لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال أبو عيسى: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم نحوه. حدثنا أبو كريب وأبو بكر بندار قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاءت مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم السعدي، حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قال ابن حنبل كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه، يعني لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن شئتم فاقرأوا وظل ممدود وماء مسكوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد حدثنا أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفرش مرفوعة، قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل، ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه ولم يرفعه. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي المروزي، حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أنشأناهن إن شاء. قال
إن من المنشآت التي كنا في الدنيا عجائز عمشا رمصا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا، وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي، حدثنا أبو بكر بن عياش. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة، حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه زوايا الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سمائين، ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 سماوات، ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السمائين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها الأرض الأخرى، بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أرضين، بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا:
لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه.